هاي اللي تشوفوها هاي مال الصواعق، على مود لما ينضرب الكرة الصاعقة تنزل جوا. على نقطة برج ممكن توصلوا لها والصابون. طبعا الجو احسن طابق 30 لان هذا يكون مقطب اكثر، بس هاي افضل خريطه تقدر تعرف وين تروح وشلون تروح. غريب. مباشر بعد قدامكم. رحله نهريه على نهر السين. هاي غرفة الاتصالات اللي كانوا يقومون بها بالإضافة إلى هاي الغرفة الخاصة يقومون بها. وين احنا؟ أعلى نقطة فرنسا برج إيفل، وهاي يطل هاي فرنسا كل المتاحف هذا القصر. هاي بعد ما تفوت شي فوق بس راح اخذكم جوله خصيصا اصعد لي فوق لعيونكم. هاي هسه احنا من جو البرج شايفين هاي بالافلام، هاي هسه قاعد بصعدهم اخر شي لي فوق. هاي التيكت للايفل تاور، التيكت يكلف 25 يورو تصعد كل. هاي بعدنا وصلنا. راديو حصلوا السيجنال ولهنا انا ما وصلوا بالفيلم فقط. برج، وهاي قدام النافورات اللي تطل على البرج. هذا الشازليزيه. هسه احنا فوق ايفل تاور، واعلى نقطه ممكن توصل اليها هو 330 متر فوق فرنسا باريس. هاي هنا سنه 1800 بدوا بالتنصيب، هنا سووا الاتفاق سنه 25 بدوا الاعلان عنه. راديو حصلوا السيجنال ولهنا لما وصلوا بال 2000 ضفوا القطعه، بال 2022 ضفوا يا اخي القطعه 330 متر ارتفاع عن مستوى البحر. وهاي هنا الحدائق. هذا اللوغو. هذا اللوغو. هذا؟ وذاك الشمس اللي زي وذيك المدينة الصناعية. هاي كل مكان تروح له اكو هاي تسوي لها سكان على مود يعطيك معلومات عن المكان انت تريده. شايفين هاي بالافلام، هاي هسه قاعد بصعدهم اخر شي لي فوق. البرج اللي طلع على الفرنسا وواي بيه شغلات وتفاصيل، طبعا حتى محل هدايا محل ما شروب
الناس هنا تجي طبعا كل بناية تشوفوها أو كل معلم هنا إلى قصة وإلى سالفة، بس ما تلقي بعد حلو الجو. احنا اعلى نقطة رحنا بس احنا بالوسط. كل انواع الهدايا الفرنسية اللي على شكل برج او بيها ملامح البرج هنا راح تلقيها محل الهدايا. موجود وسط البرج، حتى الهاي اللي قم سوي لهم اياها خاصة لهم. كل انواع الهدايا مع السرة شطولة. اللي يريد يجي ياخذ هدية ما يكون. باع السمك، كل انواع السمك. الكار جوا البحيرة وين؟ جوا برج ايفل. هذا سمك كارب. البحيرة اللي جوا البرج، وهسه سوينا جولة بالبرج. اللي يريد يوصل للنص تكلفه 18 دولار، واللي يريد يوصل للنهاية تكلفه 26 دولار. راح اتواصل وياكم، نراكم، حنتوشيات. دائما سوي لي لايك سبسكرايب وقولوا لي ايش يعجبكم نسوي بعد. الصنع اليدوي والاكل وكلها قدام التاور، اي شيء مقتنيات وشغل يدوي راح نلقاها قدام التاور. كل المنتجات والأغذية. ما هذا اكل مجفف. هاي منا ناخذ القبعة لهم هسه هسه. كيف السعر؟ منا منا هذا شو اسمه؟ يلا يلا طق يلا يلا طق 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 يلا يا جماعة الكلب. خلي نشوف يا ريحة ملك اللي تجذبنا. رسم هاي فرايز وخلون هذا فوقها جبن. معايا قالوا انه على الاكل بس ما لقينا شيء ناكله لحد الان. هذا شرم تم بزاري بسكن. ما عجبت شيء؟ اليوم احنا نتمشى بالشوارع مال فرنسا. الاجواء كلش حلوه والحياه كبيره. مقهى فرنسي وسط الحاره كلش حلو، قاعده حلوه. بدينا عصريه اليوم تقدر تسوي كل شيء.
حتمشي عندهم الدسير الحلويات والاكل من فرنسا عطيهم بالاكل وعطيهم قعده واحلى جو وراح يكملوا ياكلوا.